بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده هنشرح لحضراتكم ازاي ننزل الاوتلوك ابليكيشن على الموبايل بتاعنا، وازاي نعمل كونفيجريشن للاكونت الخاص بجامعة حورس. في البداية هنفتح البلاي ستور، نعمل سيرش على اوتلوك، نعمل انستول للابليكيشن مايكروسوفت اوتلوك. مجرد ما الابليكيشن تنزل عندي على الموبايل بضغط اوبن، جيت ستارتد، هدخل الايميل الخاص بالطالب، الاي دي بتاع الطالب، اوتوماتيك هيحصل ريدايركشن لحضراتكم على البيج الخاصه بجامعه حورس. هنعمل لوجن بالباسورد وساين ان. في البدايه الاوتلوك بيرحب بالاكونت الخاص بحضراتكم، نعمل سكيب لرسائل الترحيب. بالشكل ده احنا عملنا انستليشن للاوتلوك ابلكيشن على الموبايل، وعملنا الكونفيجريشن الخاصه بالايميل الخاص بحضرتك. نقدر نستعرض الايميلات ونعمل جوين لمايكروسوفت تيمز في حاله ان انا اتعمل لي انفيتيشن. هنتكلم على الداونلود والكونفيجريشن الخاصه بمايكروسوفت تيمز. هنفتح بلاي ستور ونسيرش على مايكروسوفت تيمز، نعمل انستول للابلكيشن. مجرد ما الابلكيشن يتعمل لها انستول على الموبايل بفتح الابلكيشن اوبن واعمل ساين ان. بالشكل ده انا دخلت على مايكروسوفت تيمز. من خلال التيمز ايكون اللي تحت بتفتح لي التيمز الخاصه بحضراتكم او التيمز اللي معموله للمقررات اللي الطالب مسجل فيها، وبالتالي اقدر اختار الهايد تشانلز، اختار اسم الماده، هيفتح لي التشانلز اللي موجوده داخل كل تيم. بدخل على التشانل بتاعتي واختار الاجزاء الخاصه بالماده في حاله عرض محتوى علمي فيها. في الجزء ده هنتكلم ازاي اعمل جوين لتيم. هدخل على الكاليندر، هيفتح لي التيمز اللي موجوده عندي، هختار جوين للتيم. وبالشكل ده نضمن لحضراتكم وصول جميع الاشعارات الخاصه بجامعه حورس من خلال الاوتلوك او الميل الخاص بحضراتكم. شكرا جزيلا.